قالت لك بابا مريض فيه سرطان، خص هذيك الفرحه تدوزها قدامه باش زعما تقول له صافي انا فرحت براسي. كنلقى واحد السر ديال السيارات ما عندهم علاقه لا بالامن لا بوالو، فيهم هاد الناس اللي مشاو بلغوا. قلت لي كتظن بانه في الصالح ديالكم انتم كمهنيين انك جيت تبلغ بواحد من الدومين عندك؟ وواحد اللحظه تنتفاجئوا بالسلطات والامن ووسائل الاعلام والناس على برا، وفهمتي يعني واحد المنظر رهيب. وحده راه يلاه كتخدم اول نهار، يعني يلاه دخلات الميدان هذاك النهار تاعي مشات معاهم. داونا حنايا انا والعروسه بالحنه ديالها مسكينه، العروس بالجبادور ديالها. حنا من براش كنسمعوا غير الغوص، مره كنسمعوا شي وحده غوتات. بسم الله، السلام عليكم، معكم موفق أمينة قاعد زويتن. أنا السيدة اللي كانت اعتقلت يوم السبت، كان عندنا واحد الفرح ديال واحد الناس من العائلة، وفي الحقيقة فهمتي زعما كانوا الناس قلالين ماشي الناس بزاف ولا هادي، يعني خدينا المعايير ديال سلامة الناس وما تزوجناش واحد 35 واحد. العرس كان خدام عادي، يعني ماشي دايرين الفوضى ولا دايرين، يعني كاين واحد تباعد الناس هنايا، ها هي القاعة زعما ماشي دايرين شي ربعة طوابل. ملي جاو تيحسبوا لقاو ميم با 35 واحد، يعني كان العرس ماشي مزيان يعني بهدوء، ماشي شي حاجة. يلاه البنت دارت الحنة ديالها، وواحد اللحظة تنتفاجئوا بالسلطات والامن ووسائل الاعلام والناس على برا، وفهمتي يعني واحد المنظر رهيب، انسان رهيب في الحقيقة. اللحظة اللي طلعنا في ملي جاو اعتقلونا، انا بدا كل شيء اول مرة، تيقول لك انا اول مرة تنحط رجلي في هاد في الرف ديال الامن كبيرة، عرفتي، ومطالعين معنا هادوك، زعما اول زعما احساس خايب صعيب. صعيب لان اول مره حياتك، انا بدا شحال في السن ديالي، اول مره والله الاول مره تنصطم تما، ولا اول مره تندخل ندير شي محضر، ولا زعما كان احساس شويه قاصح بالنسبه ل... والحمد لله قمنا معاهم، داروا معنا الاجراءات، سولوا الناس، داونا حنايا انا والعروسه بالحنه ديالها مسكينه، العروس بالجبادور ديالها، جوج نقافات، ثلاثة السربايات، المرة مسكينة اللي الطيابة والمساعدة ديالها، داونا الكوميسارية، هنايا الكوميسارية الدائرة الرابعة، كتبوا لنا المحاضر ديالنا، من بعد داونا الكوميسارية العوامة، بقينا تما السبت والحد اثنين دزنا عند الوكيل. الحمد لله كل شيء داز مزيان، زعما الناس تعاطفوا معنا تما في الكوميسارية، وتنشكرهم بزاف بزاف على التعاطف ديالهم والمعاملة ديالهم لينا، يعني كانت في المستوى وفوق المستوى. زعما بغينا نديروا غير الخير، فهمتي، غير الخير. الناس زعما ماشي بنت باها مريض مسكينة بغات تدوز ديك الفرحة، قالت لك بابا مريض فيه سرطان، خص ديك الفرحة تدوزها قدامه باش زعما تقول له صافي انا فرحت براسي. انا اللي خلصت الغرامه كلها 5000 درهم. انا شنقول لك، انا اللي تيجي عندي هنايا قبل ما تيدخل الدار عندي هنايا، تنقول له شوف ملي تجي القاعه عندي يعني حس بانك في دارك، ما تحش انك اي واحد داز عندي قسمت لك بالله تنعامله بحال تنقول له انا هذا العرس ديال بنتي ولا ديال ولدي. يعني ملي يدخل القاعه هنا يعرف بانها دارك هذه، بانك عامله في الدار ديالك، يعني شحال من حاجه. واي واحد يدوز من هنايا ملي تيخش يقول لي شكرا بزاف، والسربايات ماشي ديالي تيبقاو يبوسوا تيبقاو، فهمتي، كلشي تنتعامل معهم مع الناس، عندي علاقه مع الناس، يحسوا بحال اللي جاي لدارهم، تنقول لهم خدموا، يعني يحسوا بانك فهمتي في دارك ماشي كاري القاعه ولا. الحمد لله ملي الناس انا زعما داك التعاطف ديالهم تنشكرهم بزاف 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 بزاف. والعروسه ديالي اللي وقع على داك المشكل، انا وعدتها قلت لها شوفي شي ملي تولدي ان شاء الله غنخلف لك هادشي، وتكون كورونا مشات وفتحوا لنا المجال باش نخدمه، والله الا وعدتها قلت لها نهار تولدي ان شاء الله كلشي من عندي يجي القاعه ديالي هي مفتوحه عليك. السلام عليكم، معكم محمد الزويتن صاحب القاعه اللي وقع فيها هاد الامور هذه. غادي نبدا غير من الشطر اللي انا غادي نتوصل بالخبر من طرف البنت ديالي.
كيجيني تليفون وبابا اجي تشوف العسكر، هي بالنسبه لي القوات المساعده العسكر، عرفتي شحال ديال السيارات ديال الامن والعسكر والناس مجموعين. المهم وانا في المكان اللي كنت فيه فهمت بان القضيه راها مأخوذه على واحد الصعيد اللي هو كبير. من بعد جيت انا التحقت بهم هنايا، ملي وقفت وهذاك الشيء كنلقى حوالي تقريبا واحد 6 ولا 8 سيارات كبار ديال بين الشرطه وبين القوات المساعده وبين المقدام والقيد وهذا. المهم مع النزول ديالي قدمت نفسي بانني صاحب القاعه. لاحظت بانه تجنبوا انه ندخل انا في المشكل، يعني لا من ناحيه المقدم ولا القيد ولا داكشي. المهم يعني وكانهم كيقولوا لي انت تبقى اليكار. حاولت نعرف شنو اللي وقع وداكشي. المهم من خلال السلطه وداكشي استقبال، ماشي دفاعا عن السلطه ولا عن شي واحد، استقبال في طريقه جيده جدا، وكلهم اسف. يعني لاحظت بانه كلهم كانوا متاسفين انه يوقع هذا الشيء اللي غادي يوقع، ولكن ما بيدهم حيله. يعني ملي كيجي واحد الامر وداك الشيء كاينه اجراءات اللي خصها دار، وشرحوا لي هذيك الاجراءات باننا منها محاصره الفيلا على حساب باش ما يكونش الخروج والدخول، وانتظار قرار يجي من الفوق يعني كيفاش غادي يمكن لهم يتصرفوا في الحادثه هذه. وانا كنتكلم معهم، بعد كيخبرني واحد منهم بانه راه كاين الناس اللي بلغوا، وفي نفس الوقت دار واحد الاشاره هزي الضوء. المهم كانت لافت حدا في الشارع ديالنا حدا المدرسه ديال التجاره، كنلقى واحد السرب ديال السيارات ما عندهم علاقه لا بالامن لا بوالو، فيهم هاد الناس اللي مشاو بلغوا. تلاقيت مع الاول وداك الشيء، بقيت كنهضر انا وهي كنتكلمها، قلت لها شنو واقع، علاش مشيتو بلغتو، شنو؟ وقال لك ما يمكنش شي يدير حفله وشي ما يديرش الى اخره. المهم شي كلام ما غاديش نقول لك، يعني صعيب باش نقولوا دابا. يعني هما كاملين كانوا نساء، وكانوا جوج ديال الرجال كل واحد في قاعه. ديك النساء عرفتيهم شكون هما؟ عرفت الرجال، ومن بعد عرفت حتى النساء. بديت كنتكلم معاهم، قلت لها جيني. المهم بديت كنهضر معاهم على المهنه، يعني قلت لها انتم تاتوما مهنيين ديال هذا القطاع هذا، واش قلت لي كتظن بانه في الصالح ديالكم انتم كمهنيين انك تجي تبلغ بواحد من الدومين عندك مع الشرطه؟ مازال نقولوا في واحد الاجتماع اللي هو ديال المهنيين بيناتكم تقدروا تجبدوا الموضوع وتناقشوه بحريه ديالكم، ولكن باش انت من الميدان وتنوض كتمشي كديكلاري بواحد كتبلغ على واحد من عندك من نفس الميدان، قلت لي راه ماشي في الصالح ديال المهنه ديالكم وماشي في الصالح ديال هذا الميدان ديالكم. ولحقاش هما كانوا تيشكيوا لي حنا واقفين موقعين ما صرنا ما نديروا الى اخره، علاش كنا خصنا نخدموا بحال الهدف ديالهم، ولكن قلت لهم ما تختاروش هذه الطريقه. المهم من هذاك السيد لاحظتوا بان اقتنع شويه بالاسلوب ديالي واللغه ديالي، بدات جايه واحده منهم بدون ما نسمي، هي اللي غادي نقولوا كتحرك الطنجره كيف تنقولوا، وهي مولات هي اللي جامعهم باش غادي يمشيو. جايه بواحد كنشوفها جايه بواحد الطريقه يعني ديال جايه باغا تسب ولا، المهم كبيره جايه. هو من خلال ديك الهضره اللي هضرت انا وياه ما عرفتش خلاني انا ومشى لعنده وجره، بقيت يهضر معاه شويه في ودنا، لاحظت بان غيرت الاسلوب ديالها، ومن بعد شفت فيها هكا ومشات فحالها، ما زادتش كاع كملت معاه. يعني شنو قال لي الله اعلم. من بعد كملت معاه قلت له ودي راه ماشي هكا كتحل الامور، هذا راه الميدان ديالكم وانتم خص اللي دافع عليكم، ماشي تزيدوا تحرقوا بعضياتكم وهذا وهذا. ملي بديت كنقنعهم لاحظت شويه بداو كيسلتوا، واحد بواحد ذكي بداو كيخويو تماك. حنايا عندنا واحد شويه ديال الصبر، ولكن بالنسبه لشي نساء راه المفاجاه اش غنقول لك، راه بحال الا غادي تاخذ شي واحد ما تيعرف لا بوليس لا مخزن لا امن لا والو، وجاي حاضر عرس. تصور انك انت جاي حاضر واحد العرس، وشوف العقليه وحتى المعنويات كيفاش غتكون عندك، وكتجي كاين اللي بدات كتغوت على بوحديتها. انت راه يمكن شي حوايج ما انتبهتوش لهم، اللي كانوا تيغوتوا كل مره كانت حنا من برا كنسمعوا غير الغوت، مره كنسمعوا شي وحده غوتات وتيبداو يسكتوا، ولكن رجال الامن انا لاحظت بان كيكالميو، يعني كانوا دايرين مجهود كبير. حتى دوك الصحفيين بعض الاحيان ما
ما شاء الله فهمتي. يعني يعني كاين شي بعض الاحيان كتشوف شي تجاوزات يعني في المهنه وماشي ربما انا ماشي بروفيسيونيل في المهنه ولكن لاحظت بان كانت هناك تجاوزات. حتى واحد راه ربما كاع الا لاحظت شي انا لاحظت بلا ما نسمي الاسم لاحظت بان شي واحد اللي مصور الاعماق ديال القاعه دخل لبيت العروسه وكيصور داك الشيء وماشي شي تصوير محترف الا غادي نقولوا وفي الاخر تنشر تنشر داك القاعه وكيشبر على هادي وعلى هادي وعلى هادي. يعني كاين اللي كان هادوك ملي العيالات غير كيشوفوا شي راجل دخل كيبداو يغوص ما خصوش كاع يشوفهم اصلا اكثر من ذلك ملي كيعرفوا بان راه برا كاين البوليس وكاين 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 ما اعتبروهمش محابيس كيف تنقولوا او لا سجناء او لا ولا مجرمين. يعني كان التعامل معهم على اساس انكم درتوا واحد المخالفه ديال الحظر الصحي وكان الخبر رائج بكل صراحه يعني من خلال الاصدقاء ديالنا وهذا عطاونا بانه يمكن تقدر تكون شي غرامه ديال كانوا تيهضروا على 300 درهم ولا 400 درهم للواحد. وهذا المدام ديالي حنا كنا دوك الناس كاملين اللي كانوا معنا وعدناهم بان اي حاجه اي مصروف اي حاجه غادي توقع لكم راه غادي نتكلفوا بها حنا لا من ناحيه الغرامات ولا من ناحيه الا كاين شي تعقيدات في سميتو انا كاع كنت غادي نتطوع اننا المحامين وداك الشيء نقدر نديرهم على على حساب القاعه لانه كاين ناس تماك اللي وحده راه يلاه كتخدم اول نهار ما عرفت منين ما جاو هذاك النهار دبرت على بنت عمتها وجابتها باش تعاونها تطيب معها اول مره وما ماشي تحريفيه هي كاع يعني ماشي يعني يلاه دخلات الميدان هذاك النهار حتى هي مشات معهم برمي دوك العشرة اللي غاديين يمشيو ولان هذا الميدان راه ميدان مهم وكيشغل عدد كبير من الناس وهاد الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع راه ماشي ناس اللي غيمشيو يخدموا في قطاعات اخرى. انا راه ولدي فنان بلي بهادشي ديال ليفينمونسيال راه هذا هو الميدان ديالو واخا تخرج واخا يخرج غير يشطح برا يطلب وما غاديش يمشي يدير حاجه اخرى. هاد الناس ديال هاد الميدان عندهم اخلاق ديالهم خاصه عندهم لغه ديالهم خاصه عندهم انا بدي اكتشفت حوايج اخرى. انا كانت عندي نظره على المغنيين وكانت عندي هذا ولكن بحكم ملي دخلت ملي درنا هاد القاعه كنكتشف بان الناس عندهم اخلاق وعندهم احساس رهيف وكيقاسيو وما تيهضروش يعني كنشوف هنا كيجيو مغنيين دابا حاليا باقي تنشوف الناس اللي كيجيو دابا بحال الفراق وحال هادشي كيجيو ويضحك مسكين كتلقاه كيضحك عنده في الدم هو داك الضحك ولو انه راه مسكين مقجوج وراه عنده راه واصل يدير. لهذا اللي بغيت نقول انا للسلطات يعني شويه الاهتمام بهاد الناس هادو ويحاولوا يخدموا على حلول اللي غادي يتحقق واحد احنا مواطنين احنا راه عندنا يعني خاصنا نكونوا اليز حنايا ماشي خاصنا راه حنا نوع من كيف تتفكر المول القهوه تفكر المول الحلاقه وكتفكر في المحلات ديال التجميل حتى هاد الناس يفكروا ما يعطيهم شي حلول ولو حلول وسط باش يبقى الانسان شاد على بد ما يكفي هاد الجائحه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.